المشاهدين اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم ابدا مع نفسك. الحلقه النهارده غير عاديه، انا داخله الاستوديو مرعوبه. لا مش قوي. ازيك يا كريم؟ ازيك يا نرمين، عامله ايه؟ طبعا النهارده فعلا نرمين من كتر الرعب، لو خدتوا بالكم واضح عليها الرعب، مش عشان حاجه، بس علشان فعلا شفنا كام لعبه كده قبل كده خضتنا شويه. فالنهارده فعلا في فقرة جديدة ومختلفة في برنامج ابدأ بنفسك، وعشان كده طبعا فقرتنا النهاردة هتبقى عن الماجيك شو اللي هيقدمها لنا طبعا ضيفنا الجميل أستاذ عمر الحديدي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. طبعا أستاذ عمر أو عمرو أستاذ عمرو الحديدي، أنا دايما لازم أتلخبط في عمر وعمر، هي الواو دي هي العاملة، دي طبيعية، ده في حياتي. طبعا استاذ عمرو الحديدي هو لاعب خفه يد، والنهارده جاي بقى يرعبنا ويورينا حاجات كده جديده. طبعا قبل اي حاجه، الحاجات دي كلها بتبقى العاب، مش حاجه تانية ولا ليها علاقه بالسحر ولا الشعوذه ولا الكلام ده كله، لكن هي طبعا بتبقى شطاره وبتبقى مهاره في نفس الوقت. طبعا في الاول يعني بدات المهاره دي ازاي قبل اي حاجه؟ بص، وانا طبعا ارحب طبعا بيكم وارحب بالزاده الضيوف اللي معانا اللي بيشوفونا في الجمهور. الجمهور الموضوع اصلا شاغلني من زمان جدا، انا مبهور بحاجه اسمها الالوجن او حاجه اسمها خفه اليد. اوكي. ديفيد كوبرفيلد، ديفيد بلين، الناس دي كلها طبعا انا يعني مبهور بخفه اليد دي. الموضوع ده انا بداته تقريبا سنتين بس. حسيت امتى يعني؟ حسيت انك انت هتعرف تعمل كده امتى؟ وعملت خفه اليد دي جت منك ازاي؟ عرفت ازاي تعمل كده؟ هو طبعا يعني الفضل طبعا لصديقي الاستاذ بسام شرف، ده يعني ما شاء الله عليه، طبعا ده غني عن التعريف. ماجيشن، هو اللي علمني، هو اللي قال لي البيزكس بتاعت الحاجات دي كلها ازاي، وساعدني جدا، واللي طبعا قال لي انت تمام وعندك استعداد ان انت تعمل شو، وايدك سريعه وايدك كويسه. تمام. كانت ايه اول لعبه بقى انت اتعلمتها؟ اول لعبه اتعلمتها كانت ايه؟ هي نرمين ايه هتموت وتشوف اول لعبه انت. انا انت ابهرتني، انا داخله خايفه. فانا انت ايه اول لعبه يعني اتعلمتها؟ اول لعبه هتعملها لي؟ ماشي. لا هو الراجل ده بتاع فعل مش بتاع كده. ايوه. اصلا هو رعبني انا. اوكي اتفضل. طيب بص، ده هيقوم. ايه؟ لا امشي. لا مش هيمشي. لا خليه. بص انا ايدي بدات ترعش له. انا مش قادره، مش عارفه اجيب. طيب اختاري كارت، يعني اهم حاجه اي كارت. اوكي انا اشوفه. شوفيه ووريه كده. انا مش هبص عليه. تمام. اوكي ماشي. حطيه في نص الكوتشينه. طبعا احنا قبل اي حاجه، استنى بقى الكارت هنوريه، بس وريه للجمهور. للجمهور يعني مش هينفع اقوله. تمام. تعال اهو، خلاص احنا كده الجمهور شاف الكارت ده، شفته كويس. تمام. ماشي. خليني انا بحاول اتعلم، بس عايز اشوف خفه اليد هتبقى فين. فانا عبا بركز معاك كده معايا. بقى استني بقى نشوف ايه اللي هيحصل. هنقلب الكوتشينه. هنلخبطها يعني تماما. يعني كده احنا بنلخبطها. فيس اب وفيس داون. تمام. اوكي كده تمام. انا متنحه. هتلاحظوا ان في كوتشينه، ده فيس داون وفيس اب. مظبوط. وده فيس اب وفيس داون. مظبوط. ده يعني فيس داون. نوضح. ده بالزبط. فيس اب وفيس داون، وده فيس داون وفيس اب. وفيس داون وفيس داون. هنعمل كده. هتلاقي الكوتشينه كلها اتعدلت. اتعدلت؟ ايه ده؟ ما عدا كارت واحد. كارت واحد هو المقلوب. ده الكارت اللي انا اخترته. اللي انت المطرف الاول. ده الكارت اللي انا اخترته. عشان انا ما كنتش عايزه اطلع الحلقه، محد صدقني. انا اصلا انا ما كنتش عايزه اطلع الحلقه. اوكي كمل. طب ايه اللي حصل؟ طيب ايه ده بتعمل حاجه تانيه صح؟ طيب عايز اعمل معاكي لعبه. معايا انا؟ طب تعمل مع كريم. لا لا انا لا. لا لا ماشي. طيب دي كوتشينه عاديه جدا. هي كل كوتشينه ليها لعبه. بص في لعبه. ايه بقى الحكمه في كده؟
الحكمه في ان كل الكوتشينه لها لعبه. في لعب، في لعب. ولا انت بتبقى مظبط اللعبه ولا ايه؟ فاهمني مثلا؟ في لعب، في بلاي كاردز معينه للعب معينه، وفي بلاي كاردز اي لعبه تلعب بيها تلعب بيها. اوكي. يعني مثلا دي كوتشينه عاديه جدا. ايه يا جماعه؟ كوتشينه ما فيهاش اي حاجه خالص. تمام؟ اه. انا هعمل كده. حط صباعك في اي حته. اخترت كارت ثلاثة ماشي. هنعمل كده. عادي تشوفه؟ اه عادي. اه دي اللعبة دي عادي تشوفها. هنعمل كده. اه. ثلاثة هتختفي. الكوتشينة كلها؟ اه مفيش كده، مفيش ولا كارت ثلاثة. طيب هنجرب انتي. نفس الكارت. ايه هي؟ نفس الكارت. اه. تمام؟ حطها. هنعمل كده. يعني هي فعلا مش عارفه بايه. اوكي ثلاثه اختفت. تمام. انا باخد ريقي، ببلع. طيب. باخد ريقي. دي فيها حاجه؟ لا 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 فيهاش. هنوري للجمهور مفيش فيها حاجه صح؟ أوكي. طيب ممكن تنفخ فيها. انفخ. بص انا اخاف منك انت بقى. ما بص ما فيش فيها حاجه خالص. ايه المشكله؟ مش في كده. امال ايه؟ هنحطها كده. تمام. كده بقى هو اصلا يعني كل دي مش يعني المفروض احنا ما نتفاجئش. اه ده عادي كده بقى عندنا. يعني المفروض ان احنا كل ده ما نتفاجئش يعني المفاجاه بعدين. كده بقى عندنا كارت واحد ثلاثه. اوكي تمام. ماشي. قول حط صباعك تاني. انا اسحب كارت. اسحب ثلاثة؟ ثلاثة. اه. حط تاني. ارجعه تاني. دي حاجة غريبة. استني كده بس. هنعمل كده. هديك تحت. ايه ده؟ المشكلة مش في كده بقى. ما طب قولي المشكلة في ايه؟ يعني المشكلة ان في حاجة انتوا ما خدتوش بالكم منها. ايه بقى؟ ان الكوتشينة اصلا كلها ثلاثات. لا ثواني، انا ممكن اعملها بايدي ويبقى في الكاميرا تشوفها بعد اذنك. طب شو؟ طب اوكي عايز افهم حاجه، عايز اعملها بس ما اكيد عايز اعرف ايه السر. ما انا هعمل كده. لا الكاميرا بعد اذنك. اهي. اوكي. بس. اعمل تاني بقى كده. خليك انت عايزاها نفس، عايزاها تبقى ثلاثات. اه. ماشي. بس يا جماعه انا هتجنن. الكوتشينه كلها ثلاثات. ايه ده؟ طب ايه؟ ازاي؟ شايف انا كده اتاخرت. دي حاجة بسيطة. تمام. طيب. تحبوا تاخدوا رأيكم شوية؟ تاخدوا نفسكم شوية؟ لا اتفضل. مش عارفة. أنا اقتنعت. يعني اه طيب. بس هي دي طب خفة زيادة ازاي؟ ينفع تقول لنا لعبة ولا ده سر مهنة ولا ايه؟ هو ده. يعني قول لنا مثلا لعبة أنت عملتها ازاي؟ هو ده سر المهنة. يعني لعبة عادي ممكن تستغنى عن لعبة تعرفها للجمهور، هتكسب فيه مسابقة. طيب. أنا حاسة الناس موهومة أصلا. طيب أنا هعمل معاكي لعبة تانية. اشمعنى انت تلفي مستقصدني انا؟ بصي الكوتشينه عاديه جدا اهي. ماشي اوكي. اهم حاجه بس الكاميرا. تمام. عايزك تقسمي الكوتشينه. خدي شويه بسيطه بس. خدي نصها مثلا. او اي حاجه. النص كمان لا كمان شويه. تاني؟ كمان شويه. انت بخيله ليه؟ بس كده. عايزك تعديهم كده. اعديهم كام كارت؟ كام كارت يعني؟ اه زي ما انا بعدهم وبعض. منتشر كارت. تمام. عايزك تمسكيهم توزعيهم على اربع مجاميع. كارت. يعني كاني بلعب كوتشينه. اه بس وزعيهم كارت. كده. طبعا يا جماعه هي اللي قاسمه وهي اللي موزعه وهي عامله كل حاجه. مش انا بجد مش عارفه. انا كده هخليكي إيه؟ انت الماجيشن. انا خايفه منك. لا لا لا. طب انت وزعتيهم بالتساوي؟ مش مشكله بقى. مشكلة. انا عايز اخلص اللعبه وخلاص. تمام. اللي يبقى اول كارت ممكن؟ اول كارت؟ ماشي. خمسة عايزه؟ اه. حطه. اوكي. اللي يبقى تاني كارت؟ حطه هنا. ماشي. بساعدك، أنا بساعدك أهو. تالت كارت؟ ماشي. تمانية؟ ماشي. ربع كارت أحطه؟ ربع كارت. ماشي. إيه بقى؟ تمام.
فاجئني. الاربع كروت دول عايزك تفاجئني. تمام. لو احنا عملنا ايه الرقم ده ما بتشبهيش عليه؟ نجمعهم خمسة خمسة. ده تاريخ ميلادك؟ لا. تاريخ ميلاد انا؟ طب ايه طيب؟ اصل هو كان بيلعبني لعبة. طب ايه ده؟ ما يجيش مثلا رقم عربيتك. اوه خمسة خمسة ثلاثة ثمانية. طب يعني انت مرور. انت بتقول رقم عربيتي قدامي. رقم عربيتك؟ اه. المشكلة بقى كمان ان انا كاتبه هنا في الاول اصلا. يا جماعة فعلا دي حقيقة، ده رقم عربيتي، ده رقم عربيتي. طب انت هتديهاني وانا ماشية ولا هتاخدها ولا ايش؟ انا ابقى فاهمة بس ليش. ده رقم عربيتي فعلا. طب هو عارف ان هي رقم عربيتي؟ طبعا انت الأسماء وانت الموزعة. اه صح، ما هو ده الغريب ان انت اللي عملتي كل حاجة يعني. حتى لو هو عارف الرقم انت اللي عاملة كل حاجة. وصلها ازاي كده؟ طب انت ليه بتعمل؟ بص وهتلاقوا كمان يا جماعه الورقه عادي جدا اهو، الكروت عاديه جدا خالص. طب اشمعنى انت خدت طلعت الارقام دي؟ اشمعنى هي رقم عربيتي اللي انت خدته طلعته؟ ايه فاهمهاني جبت انت؟ طب انت طلعت بره البستان العربيتي؟ انت عارف ان انا جايب عربيه اصلا؟ معرفش ولا اي حاجه خالص. ريتني كنت جيت باوبر. اوبر. حتى لو الفكره انه حتى لو هو عارف رقم عربيتك ازاي خلاكي تطلعي انت اللعبه بايدك؟ بالظبط، انت الأسماء وانت اللي موزعه وانت عامله كل حاجه. طب عايزين بقى نشوف حاجه جديده. عايزين نشوف حاجه جديده. اوكي. انت لسه عندك يعني؟ انا هو لسه المجموعة. قلبه جايبه يا جماعه، لسه عايز يكمل. انا بحب انبهر. طب ازاي تنبهر؟ استني بس. انت قلبك جايبه؟ عامل معاك انت لعبه. انا؟ اه. طب ما هي ليه انا؟ على فكره انا من اول الحلقه كلها هو بيلعب معايا انا. اه. في ايه؟ لا لا لعبه معاك. لو معاها ايه؟ انا كل العاب معايا، هو بقى بقيت الحلقه كلها معايا. ماشي. ما هو لا يكون هو محب يعني انا اصعب لعبه ولا ايه؟ اه هو انا حزني يا معنى انا ملعوبه. لا 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 خالص انا داخله الاستوديو هنا بالعافيه. قلم معايا؟ قلم معايا. ماشي معايا. طب ينفع تحضر لي عفريت؟ انا جبت لنفسي. لا لا ما هو ده طبعا ملوش علاقه بالسحر. لا 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 خالص. آه. كل ده حاجه اسمها الوجن. طب انا عايزه اعرف يعني لو مش عايز ده مش هي طبعا هي ممكن لما يطلع بعد الحلقه تعرفني. لازم آه. لازم لازم اعمل زيك. ما لازم ابهر الناس بيا. لازم هتقعد معانا بقى علشان على الاقل. طيب. ابهر صحابي يعني. آه. بس كده مثلا انا اقعد بقى اقول لهم تعالوا وبصوا. طيب المس كارت. المس كارت؟ المسه بس. بكهرب؟ لا 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 انفجر بس. تمام. ده بجد؟ ماشي خليه هنا. تمام ماشي. ابص عليه ولا لا؟ اه بص عليه وورينا لمين. هوريه للكاميرا بس. انا مش بجد يا جماعه شايل. ماشي. لا ما حط تاني. ايوه زي ما هو. هترسمه؟ لا 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 بص استني بس. ماشي هقعد هنا. استني عايزك تفكر في اسم. اي اسم انت بتحبه. اسم شخص يعني؟ اه اسم انا بحبه؟ تمام فكرت. تمام انا كمان؟ لا هو بس دلوقتي. طب انا عايز العب اللعبه دي. طب ما قلت لك العبي. ما مش مشكله. طب ممكن العبها؟ لا طب بس قال لك اسم شخص فانا عايزه العبها. استني بقى. ايه كنت كده ورقه ملزوقه؟ ماشي تمام هنحطها هنا. الاسم اللي انت فكرت فيه كان ايه؟ كان احمد. ممتاز. فكر في بلد. افكر في بلد؟ اي بلد تيجي في بلد. ماشي. تمام. فكرت. هو بيبص لك كده ليه؟ هي مكتوبة هنا. البلد كانت ايه؟ البرازيل. البرازيل. فكر في اكله. فكرت. ممتاز. هو انت متاكد ان دي خفه يد؟
طب انت بتبص له ليه؟ طب استنى بقى انا عايز افهم. لا ما انا عايز اركز يعني، هو مركز معاك انت بتبص لي ليه؟ طب دي خفه يد. مش عارف بس لا يا جماعه الموضوع مش طبيعي. يعني هو كده بيكتب. الاكله كانت ايه؟ ورق عنب. ورق عنب. شوف الكارت اللي معاك. شوفه. اه عادي. اه وريه للجمهور. انا مش هبص عليه. شايب يا جماعه الكارت شايب. طب ما لا ما تقوليش ما هو هو كده كده خلاص يعني. لا انا مش عارف انا ما شفتوش لسه. ماشي اوكي. تمام؟ شفيك تمام. خبيته؟ اه. ماشي. فكرت فيه؟ في الكارت؟ تمام. حاجة عندك الأول؟ طب أنا ممكن أمشي. مش عايز أقعد جنبك. بص أول حاجة. اه. البلد اللي انت فكرت فيها البلد كده بلد بلد البرازيل اللي هي دي اه طيب يعني الاكله هي فعلا ولا سحر ولا شعوذه الاكل اللي انت فكرت فيها ولا سحر ولا شعوذه ورق عنب دي ايه ده طب ممكن تلعبني اللعبه دي عشان اعرف ان كلام حضرتك صح ولا لا عشان انا عايز اقول اسم في دماغي الاسم ايه الاسم كان احمد ده ماشي اوكي لعبني بقى اللعبه دي بعد اذنك احمد ممكن تمسك كارت اقلبه وريه للجمهور يا جماعه كارت وريه للجمهور اه وريه للجمهور شاي ده بجد اه خليها معاك دي ذكرى لا 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 ايه؟ طب ودي ذكرى؟ طب ممكن طب ممكن تعملي واحدة أنا؟ أعملك واحدة عايزة تلعبيها تاني؟ أنا عايزة طب بجد؟ أنا لا 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 احنا بنلعب حاجة أنا مش مصدقة استنى نلعب حاجة جديدة طيب أوكي نلعب إيه بقى؟ نلعب حاجة جديدة اه هو بقى هو يلعب هو بيعمل إيه؟ الموبايل بتاعي ده التليفون الموبايل اه الموبايل عادي جدا اه طلع لي ايه لا ما تخافش هو معاه تقريبا يعني نص كاتشين مصر تقريبا وكل طيب. طب انا عايز اعرف بس نركز والنبي دي كنت انا عاديه جدا النبي اصبر اه تمام عاديه ما فيهاش حاجه قولي ستوب في اي وقت قولي ستوب مش عايز تلعبي قولي ستوب ستوب شوفي وري لي الكاميرا وريه للكاميرا بس انا مش هبص عليه لا من غير ما تقول اه ماشي انا مش هبص عليه كده شايفينه ولا لا خليكم معايا انا بنهار تمام اوكي تمام ماشي حطيه في الكوتشينه وفنطي الكوتشينه يعني احطه عشوائي كده في الكوتشينه وفنطه عيشي براحتك وفنطي الكوتشينه براحتك خلاص انت بتفنن مش عارفه حاسه في حاجه تمام تمام ايه كوتشينه ايه اللي هي فاضنه طلعت الموبايل بتاعه ده اه هعمل كده سوري هعمل كده هتلاقي في كارت ظهر كارت على في كارت على ال في كارت على الموبايل بتاعه آه. محطوط خلفيه اه هو اتقفل افتح تمام تمام ده عارف إيه لو طلع اللي في دماغي صح انا هعمل ايه انت عارف انا هجري انت عارف كارتك صح اه ممكن تدوسي عليه دوسه طويله شويه طب دوسي قدام الكاميرا بقى استني اوكي يعني كده اه ثبتي ايدك عشان بس الجمهور يعني من هنا ولا من الجنب دوس على الكارت على الكارت عادي انتوا شايفين اللي انا شايفاه ايه ده ده كارتك الزهر اللي جالك انتوا شايفين اللي انا شايفاه شايفين اتفضلوا انت اللي مختاره انا ما عملتش حاجه خالص طب اقول ايه طب قولوا لي طب طب عايزين اكمل الحلقه ولا اعمل ايه اصعب لعبه بقى اصعب لعبه في اصعب من ان انا دخلت لا وانا جالي صداع بصراحه انا مش عارف ايه طب ايه بقى خفه اليد في كده يعني عايز اعرف ايه بقى خفه اليد في كده هي اكيد اه يعني اكيد ليها اكيد دي ملهاش علاقه بخفه اليد ازاي يعني لا خفه يد لا ازاي
دخل جوه دماغك ازاي؟ لا انا مؤمن. يا مؤمن. انت مؤمن وانت مؤمن ولا كريم؟ طيب بص، الكروت دي عاديه جدا. كروت عاديه خالص. ايوه. دي ارقام ايه بقى؟ لا ارقام عشوائيه، شوفيها بنفسك. يعني انت كاتبها الارقام دي؟ انت كاتبها صح؟ اختاري منها اي رقم ولا ايه؟ لا اختار رقم واحد بس؟ لا 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 شوفيها، شوفيها عادي، اكيد ان هي ما فيش فيها اي لعبه او اي حاجه. يعني اشوف مقرره مش مقرره؟ طب سيبنا انا العب اللعبه دي، هي لعبه المارفل، هتلاقيها في حاجات مقرره بس. والله والله ما غلي ما حشاش عنك. استنى ماشي تمام ممتاز ماشي. عايزك تفكر في رقم مش مصدقه من 1 ل 63. من 1 ل 63 فكر فيه. فكرت. ما تقوليش عليه في رقم. فكر فيه من غير ما تقول لي عليه. انا مش هبص. طب ايه؟ تمام نكمل حاجه. تمام فكرت. اتفضل اكتبه هنا. اكتب الرقم هنا؟ من غير انا ما ابص عليه. تمام تمام كتبت. تمام هذا شيء. شفتيها؟ شفت الرقم اللي اختاره؟ شوفيه بس ما تقولوش من غير ما تقول. ماشي تمام. انا مش هبص. الرقم اللي انت فكرت فيه موجود في المجموعه دي؟ اكيد. لا انت بالك انت. انا اللي اخترت. شفته خلاص. طيب موجود في المجموعه دي؟ موجود. ماشي. لا لا ده موجود. يعني كده موجود في تلاتة. انا مركزه على فكره صح. انت مش مركز. ما انا بقى موضوع شيق اصلا. موجود. موجود في ده. موجود برضو. موجود. اوكي موجود. موجود. ماشي موجود. لا مش موجود. مش موجود هنا. مش موجود اكيد. طيب انت عندك كم سنه دلوقتي؟ لازم ماشي 26. 26. اوعى تسالني. يعني عارف بس مش اوعى تسالني انا عندي كام سنه. بعد 5 سنين. بعد 5 سنين هتبقى عندك كام سنه؟ 31. انا مش لعبه. ايوه هي خلصت. طب عرفت ازاي؟ طيب استاذ عمرو اتفضل كفايه كده. طب تفتكر يعني بص تفتكر يبقى انا عندي اسئله اسالها؟ اتفضل. احنا يا استاذ عمرو عايزين نسالك سؤال مهم. انا خايفه اتكلم يا جماعه. مش عارفه خايفه اتكلم امتى. يعني انت واخد الموضوع هوايه ولا بقى كمجال؟ لا هوايه. هوايه. الموضوع ده ناس بتدرسه عادي صح؟ في حاجه اسمها illusion. خداع بصري. يعني دي يعني كلها اوبتيكال illusion. طيب دي كلها تعتمد على خفه يد طبعا. بص دي كانت احلى فقره ماجيك شو في الدنيا ليا. بصراحة يعني انا شابو بس عايز بس حاجه للجمهور ان في ناس كتير قوي بتخلط بين الموضوع ده وموضوع السحر والشعوذه. دي اللي انا عايزه اوصلها. وان ده مخاوي ما فيش. لا يا جماعه دي خفه يد. ما فيش حاجه اسمها مخاوي. ما فيش حد عدى عليه حاجه. ما فيش الكلام ده خالص. هو الموضوع كله خفه يد. مش اكتر. بس اللي انا بعمله ده خفه يد لا علاقه لا بالسحر ولا مش عوزة ولا مخاوي ولا كان ده كله. هو طبعا ملوش علاقه باي حاجه لكن هي مهاره وخدعه بصريه. يعني دي بس جاست تو هاف فن. بالظبط. بس واضح ان حضرتك في لعب كتير. يعني مش هيبدا حلقه واحده يعني. لا هتبقى اكتر طبعا من حلقه. ان شاء الله حبينا نعمل بس النهارده الفقره كده ايه تكون فرفوشه لذيذه وهي ايه كانت مرعبه شويه. لكن بصراحه احنا بنشكر وجود حضرتك النهارده معانا. شرف ليا ان انا كنت معاكم النهارده. استاذ يا رب كده اكون ضيف خفيف عليكم النهارده وعلى الساده المشاهدين باذن الله. وانا طبعا بشكر زميلتي ميرسي يا كريم. وطبعا بنشكركم كلكم واستنونا الحلقه الجايه في موضوع جديد.